يمكن هنا أن ينزغ الشيطان أيضا كموسى وهارون. أولا نبي الله هارون أكبر سنا من نبي الله موسى. ترى لكل إنسان في نقاط معينة عناصر تأثر عليه. هذا أخوه الصغير هارون أكبر وكان خليص أيضا من أم وأب. أولا أكبر منه سنا، ثانيا أفصح منه، هو أفصح مني، يقول لسانه أفصح منه. والظاهر أن الفصاحة هذه مو راجعة فقط لأن موسى كان في عقدة، لا، الظاهر الفصاحة أكو بلاغة في خطابه هارون، يعني إذا تكلم خطابه بليغ ومؤثر. ولهذا يستظهر والله العالم من بعض الروايات بالإضافة إلى الآية هو أفصح مني، مو فقط من نظر إلى العقدة. ومع ذلك الاثنين ثلاثة الآيات المباركة رد أن يصدقني، أكبر منه سنا، أفصح منه بيانا، ومع ذلك معين إلى أخيه، رتبة بعد رتبة موسى، وموسى أكبر منه سنا. ما كان يمكن أن يقول أنا أفصح منه، هذا أخوي الصغير، شلون يكون رئيس علي أنا؟ في الرواية أنه أيهما أكبر؟ قال هارون أكبر من موسى. أيضا سأله عن الوحي، يسأل أحدهم يسأل الإمام الصادق، قال الله سبحانه وتعالى يوحي إلى موسى وموسى يوحي إلى هارون، يعني ما كان يأتيه وحي مباشر وإنما بالواسطة. ومع ذلك سجل نبي الله هارون، ستقول نبي، صحيح نبي، لكن القرآن جاء بهذا المثال لنا حتى نتعلم أنه يمكن أن يكون القرآن جسد لنا هذه الفكرة عبر نبي من الأنبياء، كسائر القيم التي جسدها القرآن الكريم، التي يعني عرضها القرآن لنا بأسلوب عملي. مع ذلك نجح. ومن بعض الروايات يستكشف أنهما في رتبة واحدة يوم القيامة، كما في روايات المعراج أن رسول الله صلى الله عليه وآله رآهما في رتبة في مكان عظيم، والله العالم بالنسبة للعالم الآخر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتخذ مثل الأمثلة الناجحة ليهتدي ليقتدي ليتأسى بها في الحياة، ويحذر من هذه اللحظة.